هيستمر في حالة عرضية من مناطق الدعم عند منطقة ال 5350 لمنطقة ال 5470 أو 80. شايفة الأسهم القيادية متماسكة بسبب الأخبار الإيجابية عليها، سواء أوراسكوم إنشاء وصناعة أو أوراسكوم تيليكوم. أتوقع إن في الفترة القادمة نشوف عمليات تجميع في أسهم زي أسهم القطاع العقاري، وبالذات الأسهم الصغيرة منه زي الأسهم زي بالم هيلز الشمس المتحدة. بتمنى من المساهم والمستثمر المصري في السوق المصرية ان هو يبتدي يغير الاستراتيجية بتاعته من استراتيجية المضاربة اللي بتعود عليه بالخسائر نتيجة الحالة العرضية اللي احنا بنتحرك فيها، ويتحول لعملية الاستثمار متوسط الأجل، واعتقد ان هي هتكون الأنسب ليه في الفترة القادمة بإذن الله. أشكرك ضيفتي.